حاجة جميلة جدا الصراحة، بغض جميلة النظر جدا يعني. الصراحة ايه رأيك؟ لا لا فعلا لطيف. طيب نخش على الجزء نمرة اثنين، نسميه نمرة اثنين، الفقرة نمرة اثنين اللي هي الجملة السولو. الجملة السولو حافظينها تيرارا ترارا ترارا إلى آخره. وبيردوا عليه. الجملة السولو دي مغلفة بشوية ورق سوليفان متسلفنة. مين اللي عامل هذا السوليفان اللي حواليها؟ السكوندو كمان. السكوندو طيب كمان نسمع السوليفان من غير من غير الحاجه اللي جواه، احنا حافظينها الحاجه اللي. مين اللي هيقولها لنا على فكره السوليست معانا؟ مين اللي هيقول معانا؟ الاستاذ محمود بدير. هيقول السولو، عازف الكيبورد المتين المتين قوي والتخين. على فكره بيفكروا يجيبوا بديل للاستاذ عماد الدين اديب، لكن صوره تفقى الأرض. طب نسمع السوليفان. ماشي اوكي. السينيو، السينيو عشان نحس بس بالجملة هخلي الأستاذ طه هيقول السولو. يقول هو السولو. هيقول السولو. ترارا. هتاخد لافارينت. يلا واحد اثنين ثلاثة. ونخش على الميلودي بتاعنا. الله جميل قوي قوي. بنخش على بعد كده على الجزء الثالث اللي هو الجزء العربي جدا في المساله. اللي هو الرست، الرست الحسيني. مقام ثقيل وصعب التعامل معاه. ولا وفوق كل ده انت عامل له سولو كمانجه. اذكر يعني انه اللي سجل معايا الدكتور رضا رجب اللي عمل السولو اصلا. الدكتور رضا رجب النهارده اللي هيعمله معانا الاستاذ عزيز. مايسترو عزيز. مايسترو عزيز البريمو كمانجه بتاع الاوركسترا بتاعك يا استاذ عبد الحليم حافظ. طب نسمع من عزيز السولو ده. ماشي نقول اللي قبل السولو على طول نمره كام. يلا الله الله يا زيزو يا قديم يا حلو انت. الفينال انت شبكته، النهايه شبكتها انت في البدايه. النهايه احنا اي مقام اللي هي نهايه الاند. الاند يعني الاند. الاند حاجه تانية يعني، شكل تاني خالص. واحنا كنا بنتكلم على التت. هو في الورقه يعني. ايه هو في لامانير. الاند احنا مي منير. الاند احنا مين منير؟ فاديز. معنا فاديز بالظبط كده. برضه نفس المنطق على الاحوال بس مع تبسيط اكتر، بمعنى هي جمله مفتتح وبعدين جمله بتلف مره بتتقلب السولو ومغلفه مره اخرى بجمل متعارضه كاونتر بوينت. ومره الثانيه الاوركسترا كله بيغني مكان السولو يعني وبنقفل. طيب الحقيقه يعني تسمحوا لي اتشرف بان انضم لكم لان انا اتسلطنت وامسك عود واقول مره سولو معاكم في يا ريت والله في مقدمه رأفت الهجان. يا ريت والله. تنورنا استاذ. جاهز يا استاذ؟ اتفضل. ماشي. طب اسال سؤال. انا ماليش في الدخول اساسا. اسال سؤال. علاقة انك عامل اللامانير في الدخول والخمسة بتاعته في الاند، هل ده مقصود شيء يعني؟ لا والله لا 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 ما قصدتش. انا بس قصدت اخرج من اللامانير يعني امشي اروح حتة تانية علشان يعني عارف زي ما تكون خدت نفس، خدت شهيق بره الموضوع و... فبتغير المود. بتغير دمك اساسا. يلا رأفت الهجان يا استاذ اتفضل.